السلام، عودة إلى ضيفي في الرباط محمد المغودي. محمد، يعني استمعت إلى آراء الشارع المغربي، كيف يمكن أن تعلق عليها؟ أولا، كل الآراء التي جاءت هي النسبة الغالبة الآن في الشارع المغربي. نعم. وكلهم متضمرون، كلهم يأسوا من صدمة ليبروفيل، وكلهم أيضا يطالبون بتصحيح الوضع. نعم. نعم، برأيك كيف يتم تصحيح هذا الوضع؟ تصحيح هذا الوضع مرحليا، أولا هو ضرورة المساعدة القانونية للمكتب الجامعي الحالي، لأنه بذر المال العام، ولأنه أهدر الزمن، ولأنه باع الوهم للمغرب. نعم. الحل الثاني هو فسخ العقد مع إيريك غريس بعدما بين بالملموس أنه مدربا فاشلا. نعم. كم سيكلف، اسمح لي بسؤال، كم سيكلف فسخ العقد، كم سيكلف الجمعية الملكية المغربية لكرة القدم؟ حوالي 9 ملايين سنتيم. يعني حوالي عشرة ملايين دولار. نعم تقريبا. طيب، أليست هذه أيضا من أموال الشعب؟ طبعا هي من أموال الشعب، وطبعا ولذلك قلت لو من المساءلة القانونية لهؤلاء. نعم. دعني أضيف أخي. نعم. وثالثا، يجب تطهير الصحافة الرياضية من الفساد والفاسدين. طيب. رابعا، على الحكومة المغربية أن تتدخل، وبناء على الشعارات التي رفعتها، أن تفعل جميع القوانين لمحاسبة الفساد والفاسدين. نعم. وخامسا، على القدرة الوطنية أن تتحلى بنبل التضامن فيما بينها والدعم فيما بينها. نعم. لأن مصلحة كرة القدم الوطنية ونهضة كرة القدم الوطنية هي بيد القدرة الوطنية. هل تعتقد أن المدرب المحلي هو الحل؟ المدرب المحلي للمنتخب المغربي هو الحل؟ لا، الحل هو مجموعة من العوامل. أولا، الاحتكام إلى قواعد الديمقراطية في تشكيل الأجهزة الرياضية. ثانيا، أن يتحلى الإعلام الرياضي بنبل الرسالة الإعلامية وبالأمانة الإعلامية، وأن ينوه بما يستحق التنويه، وأن يحارب من يستحق المحاربة. ثالثا، أن نضع الثقة في الأطر الوطنية، وأن نوفر لها جميع الشروط. نعم. التي وفرناها للأطر الأجنبية. نعم. وخامسا، على الحكومة المغربية الآن أن تتحمل مسؤوليتها، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة. طيب. وإلا سنحكم عليها نحن معشيرة الرياضيين بأنها غير مستعدة نهائيا لمواجهة الفساد ومواجهة الفاسدين. طيب، أشكرك شكرا جزيلا لمشاركتك معنا، محمد المغودي الصحفي بجريدة الأحداث المغربية، شكرا جزيلا لك. إذن كابتن، استمعت إلى ما قاله زميل محمد المغودي من الرباط، كيف يمكن أن تعلق على ما سمعت؟ أتمنى أن يتم مساندة المدرب المغربي المدرب المواطن، هناك الكفاءات موجودة الحمد لله وظهرت بمستواها.